أهلا بكم في حلقة اليوم مع ضيفي السيد أحمد قذاف الدم المبعوث الخاص للرئيس الليبي الراحل. أهلا فيك سيادتك. مرحبا، أهلا وسهلا. خليني أبدأ معك بالوضع في ليبيا الآن. هل تعتقد أن الحل السياسي ما زال ممكنا أم البديل حل عسكري؟ والله لا أستطيع أن تتحدث عن ليبيا لم تعد دولة بعد تدخل الناتو في 2011 وتدمير قدراتنا البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، تماما كما حدث في العراق في مخطط واضح للمعالم. الآن بعد هذه السنوات الطويلة، لو كان المشكلة صدام حسين أو معمر قذافي كان ممكن تستقر الأمور لو كان هذا، ولكنه يبدو أنه شيء أبعد من هذا، ولذلك واضح هناك عرقلة لأي مشروع سلام في ليبيا واستقرار في ليبيا. نحن نحاول ونعمل من أجل أن نقيم حوار ليبي تحت مظلة عربية أو نحتكم لصوت العقل، وكان في كثير اقتراحوا أن يكون هذا في الرياض يعني. ونعالج قضايانا بشكل لدينا تقاليد ولدينا أعراف ولدينا وسائل نستطيع أن نحل بها مشاكلنا، ولكن تدخل أجنبي الذي لن ينقطع منذ 2011 هو الذي أوصلنا لهذه الحالة المزرية المهينة، شرد شعبنا ودمرت بلدنا ونتقاتل دون معنى ودون الآن ليبيا بدون دولة بدون سيادة. الآن ما في السيادة، ضاعت مع يعني الحكومة الحالية ترى أنها لا تمثل الليبيين. أكيد لا تمثل الليبيين، لأن هذه صنعت في الخارج وجاءت في فرقاطة ونصبت على الليبيين، ليست ذات إصلاحية ولا تعرف شيئا عن ليبيا. ليبيا جزر ملتهبة في كل مكان، أصبحت كل منطقة تدير نفسها بنفسها وتدافع عن نفسها بنفسها، وهناك من يسلح، هناك من يغذي الصراعات ويخلق. يعني تفككت بنية الدولة الآن؟ طبعا طبعا طبعا، ولكن نحن عقدنا العزم على أن ننهي هذه بوعي وبمسؤولية وبإرادة شعبنا، سوف نعيدها سيرتها الأولى بإذن الله. يعني تعتقد أن ليبيا التي عرفناها موحدة يعني لن تعود؟ ترى أنه في فكرة تقسيم الآن ليبيا إلى ثلاث دول أو ثلاث أقاليم؟ لا، صعب صعب، لأن الدول أولا نحن دول نفطية بغض النظر عن الجغرافيا أو ما قد يبدو الآخرين، والنفط في وسط ليبيا، وبالتالي ليبيا لن تتقسم. هذا جانب. الجانب الآخر، الليبيين نحن قبائل اندمجنا في خلال 40 سنة الماضية واختلطنا وصاهرة وأيضا نحن يعني لدينا كثير من الوشائج التي لا تنفصم. صعب أنه تفكيك من الصعب، ونحن واعين الغرب على مرمى حجر منا يتكتل، أوروبا فرنسا مع إيطاليا الدول الذرية والكبرى وألمانيا أقاموا دولة وكيان واحد وهم لا يجمع بينهم إلا ماضي أسود، كيف لنا نحن ونحن عشيرة واحدة ومسلمين نتفرق يعني. نفرق أنفسنا نصبح ما أدخلش نحن أغبياء لهذه. ترى أنه في مخطط دولي لعدم عودة ليبيا كما كانت؟ طبيعي، هي ليست ليبيا، هو هذا المخطط يستهدف المنطقة كلها. الغرب يستهدف بعد الحرب العالمية الثانية، وأنا أريد أن أذكر الناس، يدرس في جامعاتي 3 أعداء محتملين. العدو الأول هي الخط الأحمر للشيوعية، وأسقطها ببرنامج ومخطط كان معلوما من ربيع براغ إلى ثم دخلوا على الخط الأخضر. ليس صدفة أن تكون الصراع في أفغانستان وفي نيجيريا في بوكو حرام أو حتى في ألبانيا والبوسنة والعراق وسوريا واليمن وليبيا والحبل على الجرار والصومال، وهذه كل دول إسلامية. ليس صدفة هذا التدمير الممنهج للخط الأخضر وإدخاله في هذه الدوامة. المحزن أن الخط الأخضر يدمر نفسه بنفسه، يعني شنوا علينا حرب نفسية شرسة، بدمروا 4 جيوش لنا في هذا الربيع الأسود، الجيش العراقي واليمني والليبي والسوري ومصر لولا أن حماها الله، والحبل على الجرار يستهدفون الجزائر ويستهدفون بقية الدول العربية، وأصبحت الجزيرة العربية محاصرة بين الدواعش في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي، وهذا شيء خطير، لأن إذا استمر هذا المسلسل الذي فتح الأبواب أمام التدخلات الأخرى، واستهدفنا من قبل إيران كدولة فارسية لها
لها بعض استشعرت الخطر وبالتالي هناك فراغ فحبت تملأه يعني. تسربت من خلال هذا الفراغ عبر وسائلها. وأيضا تركيا الدولة التي تدعي أنها تحمي السنة وكأننا نحن لسنا مسلمين جميعا سنة وشيعة وأباضية وكل هذا دين واحد، كنا نصلي ونصوم ونحج وليس بيننا خلاف وعشنا الدهر مع بعض وليس هناك وحتى الخوف الطائفية يعني الخوف هذه من هذا بث هذه السموم هو الخطير وتصديقنا لها هو الخطير، وعلينا أن نتدارك الأمر لأن تركيا مستهدفة لأنها مسلمة وإيران مستهدفة لأنها مسلمة. الهدف ضرب الدول ببعض. الآن جمدوا إيران لكي يستفردوا بالعرب، جمدوا الفرس باتفاقيات وبعمل، والفرس يعرفون ذلك تماما يعني. الإيرانيين واعين وبالتالي يحاولون أن يستغلوا الفراغ لكي يستمروا فيه، وهذا حقهم بناء دولتهم. وحتى المفاعل النووي الإيراني الذي بعض الناس تخاف منه، إيران أمة فارسية تبحث عن ذاتها، هذا حق من حقوقها حقها. أين دور العرب الآن؟ باكستان عندها والهند عندها والمنطقة بتاعتها كلها فيها. إذا كان نحن مقصرين في حق أنفسنا، ما عندناش مفاعل نووي أو ما عندناش بناء ذاتي للأمة أو حدنا أمتنا وتركنا هذا الفراغ مشتتين، فطبيعي لا يعني أن نحن نلوم الآخرين لا يدافع عن أنفسهم. أيضا تركيا، الترك عشموهم بأن تعود الدولة العثمانية وباسم السنة دخلوا فينا وحاولوا أن يستغلوا هذا طبعا بدعم الأمريكان. يعني ترى الربيع العربي هذا كله مجرد مؤامرة غربية يعني. هو شوف، أما الثورات أنا لست حضرتك ثائر أيضا يعني ضد التغيير، تغيير الأفضل. الثورة الحقيقية في الوطن العربي هي لتوحد هذه الأمة. الثورة الحقيقية في الوطن العربي هي أن نحن نعود للفريضة الغائبة الذي هو العلم، لأن نحن خاصمنا العلم وبالتالي أصبحنا متخلفين، لا نستطيع أن نلم زبالة من الشوارع والعالم وصل مريخ. هذه الثورة الحقيقية، ليس أن نعود للخلف. هذه الدول، هذا الربيع الأسود دمر 4 جيوش، شرد 14 مليون من الوطن العربي، دمرنا أكثر من 800 مليار من اقتصادياتنا، يدمرون بيوتهم بأيديهم، يخربون بيوتهم بأيديهم. كان بدعوة يعني إزاحة الدكتاتوريات، لكن أزاح الدول طبعا. وهذا طالما يغذيه الغرب، الغرب متربص بنا. لا أعتقد أنه حبا في الليبيين جاء الغرب بالناتو ولا حماية المدنيين، وإلا أين هم الآن؟ الآن تسحق ليبيا ويراق الدماء الليبيين وهم يغذون هذا، ولم يهب أحد لنجدة ليبيا. قتلوا معمر قذافي لصراع تاريخي بيننا وبينهم استمر 40 عام. قذافي هو من طرد الغرب قواعدهم الفرنسية والبريطانية والإنجليزية والأمريكية من ليبيا وطرد الطليان، وبالتالي وحرمهم من ثروات ليبيا، فثأروا منه في الأخير. فثأروا منه بهذه الطريقة. وأيضا يحاول بناء الولايات المتحدة الأفريقية، يوحد أفريقيا للتحول إلى كيان له قيمة وله مكان بين هذه العمالقة، قتلوه. وهذا الصراع مشروع ومقبول أن يكون أعدائنا، أكيد لن يتمنوا لنا خيرا، ولكن المؤلم في هذا الصراع هو أن نحن نقتل بعضنا البعض وندمر بعضنا البعض بدون معنى وبدون كلل أو ملل. وتحالفنا مع ولينا اليهود والنصارى كما حدث في حرب ليبيا، يعني هؤلاء كانوا يكبرون في المساجد والطائرات الأباشي تقصف قواتنا المسلحة ومدننا وقرانا وهم يكبرون باسم الإسلام كأننا نحن. والآن يذبح المسلم باسم الإسلام ويقطع الرؤوس، ورغم هذا ديننا لا يأمر بهذا. بس هؤلاء ليبيين ويتعاطون، لا غير الليبيين، لا لا لا، من كل شداد الأفاق من كل مكان باسم الإسلام. طبعا هم عملوا مختبرات لهؤلاء وعملوا دين وافد لا علاقة له بالإسلام، لأن هم يستخدمون آيات الآن للأسف قيلت في الكفار ويستخدمون على المسلمين، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤدون الصلاة والزكاة ويحجون البيت الله ويؤدون كل الفرائض. يعني ما يحدث في ليبيا الآن أبطاله ناس يعني خارج من برا ليبيا. لدينا الآلاف من الأجانب حتى من أوروبا الغربية يأتوا إلينا، ومن أفغانستان، باكستان، أندونيسيا، ماليزيا، من جهات يعني من بوكو حرام. إيه، كأن الجهاد أصبح في ليبيا وليس في القدس أو في يعني هذه كلها
غروا بشبابنا وطرحوا أمامهم مشروع وهمي استقطب كثير من شباب الأمة ظنا أنهم يقومون الشريعة ويوحدون هذه الأمة. من هو ضد وحدة الأمة الإسلامية أو ضد الشريعة الإسلامية أو، ولكن ربنا يقول في كتابه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. رب يقول ادفع بالتي أحسن، فإذا بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، حتى مع الكفار مش مع المسلمين. هذا الطريق لن يؤدي إلى هذه النتيجة، يؤدي إلى دمار الأمة وتخريبها، وهذا يجب أن يتوقف. وهذا شبابنا يجب أن، في غياب مشروع واضح في مواجهة يعني هذا المشروع ستسحق هذه الأمة وسنفذ هذا البرنامج الجهنمي. نصبح دمرنا كما يقول القرآن ونخربون بيوتهم بأيديهم، وهذا هو المؤلم في هذه القصة التي، ولن يستثنى أحد. تركيا مستهدفة، وأنا قلت هذا الكلام من سنتين أو ثلاثة، بعض الإخوة ما عجبهمش كلامي، يقول كيف تركيا هذه حليفة مع الغرب وحليفة وفي ضمن الناتو. الانقلاب اللي حصل في تركيا هذا مخطط، والذي بلغ عنه الأمريكان قبل أن يقوم لكي يجهض هذا الانقلاب لينجح، وتصبح حرب أهلية بين الأتراك والأتراك. ربيع يدخل لتركيا، والآن جرفت تركيا عشرات الآلاف من العسكريين والمدنيين والقضاة والصحفيين، وسيعودون الكرة غدا بانقلاب آخر، لأن الجيش عندما أهين على الجسر، جسر المسيب أمام على مرأة ومسمع من العالم، لن يقبل بهذا، هذه إهانة للعسكريين، وسيتحركون ذات سيتحركون في انقلاب آخر، وقد يسمع لهذا انقلاب، وتصبح تدخل البلد في دوامة عنف وتدمر اقتصادياتها. والآن تركيا تعاني، يعني بعد كم شهر قد تعلن إفلاسها، السياحة توقفت وعندهم مشاكل كثيرة وعلاقتهم مع الدول الأخرى. كل حركة التغيير هذه تدار من القوى الغربية، طبعا لأن تركيا دولة مسلمة، اختلفنا واتفقنا معها مهما كان خلافنا، وإنها مولت حروبنا وتجر حتى هذه الساعة للأسف تشارك في الدمار اللي يحدث في ليبيا، وتعتقد غباء حتى الإخوان المسلمين الذي شاركوا في هذا الدمار، هم ضحايا لهذه الكارثة، يعتقدوا أنهم سيسيطروا على العالم الإسلامي وأنهم يحكموا الأمة الإسلامية. تنظيم الإخوان لعب دور في استخدموا طبعا هم مستخدمين، هم ظنوا أنهم يستطيعوا أو من خلال التعاون مع الغرب أو الغرب سيمكنهم من هذا. هذه في واحدة إهانة للإسلام. أنت تنطلق من أسس تؤم بها كل هذه الأمة، لماذا نعجز عن إيصال رسالة الإسلام الحقيقي إلى شبابنا ولأمتنا؟ لكن ما زالوا مؤثرين في ليبيا؟ لا قيمة لهم في ليبيا. في ليبيا أصلا عمر ما كان لهم مكان، هم 350 واحد في ليبيا، ولكن استخدموا ذراع عسكري لهم، بعض القوى التي كانت في أفغانستان وبعض العناصر التي جاءت من الخارج وبعض الذين تدفقوا بعد سقوط الجدار الغربي والشرقي، ما في دول عربية مصر يعني وتونس، وتدفقت القوات من هؤلاء للأسف عن طريق طائرات تحملهم إلى مطارات هنا وهناك، وفي تونس أيضا عن طريق ميناء جرزيس وبعض القواعد، ودفعت المليارات وواكبت هذا حرب نفسية شرسة وتم اسقاط طرابلس من خلال القوات التي تدفقت من غرب ليبيا. هل هذا التنظيم يعني مدعوم مثلا من دول عربية أو لهدف التغيير في ليبيا؟ والله شوف، حتى الدول العربية هذه اللي نتكلم بصراحة يعني هذه ضحايا. هم يعتقدوا أنهم عندما يوالون الغرب أو يقاتلون تحت مظلته أو يمولون هذه الصواريخ التي تسقط على رؤوسنا أشقائهم سواء في العراق ولا في سوريا ولا في ليبيا، أنهم في منأى لا عاصمة اليوم، هذا طوفان يجتاح الأمة الإسلامية وعليها أن تدافع عن نفسها، ليس بهذه الطريقة، نحن نسير في الطريق الخطأ، وعلينا تصحيح أخطائنا وسياساتنا. وأنا أدعو في هذه المناسبة، وسبق أني دعوت وكرر هذا عن طريق قناتكم، الكل مستهدف، إيران مستهدفة، تركيا مستهدفة، ليبيا وبقية والعراق وسوريا سقطت، مصر لولا أن حماها الله، الجزائر مستهدفة، والمغرب، نيجيريا أكبر دولة إسلامية مستهدفة، أندونيسيا وماليزيا وكل هذا الخط الأخضر مستهدف. علينا أن نفكر بطريقة مختلفة، إحنا الآن نسير كأننا نسير في اتجاه خاطئ. حضرتك مع بقاء الأسد في الحكم،
وعلي عبد الله صالح وال... شوف يجب عندما نضع حلول ألا نفكر بين من الكياسة أو من الحكمة أو من الكفاءة أن نجد حل لكل 100 حل لكل مشكلة. الذي أراه أمامي الآن في الحلول الحقيقة أن أنا حل واحد ل100 مشكلة. وجود بشار الأسد اختلفنا واتفقنا معه سوف لن يضير يضر بالوطن العربي أو بجيرانه أو باختفائه سوف لن يحكمه تحكم معارضة سوريا أو حتى اليمن. البديل دائما أسوأ. البديل أسوأ، وبالتالي ليس من الحكمة أن نقصي طرف نستطيع أن نتحاور معه، نستطيع أن نتفاهم معه، نستطيع أن نجد أو يسيطر على جزء كبير من البلد. وأيضا بكل المقاييس إذا شرعنا هذا الأسلوب سنجد أنفسنا غدا في بنفس المنطقة في ورطة. هذا رجل رئيس دولة ومنتخب ولديه أكثر من 30 أو 40 جنسية يقاتلونه. إذا أردنا أن نطفي هذه النيران ليس بهذه الأسلوب، علينا أن نعيد النظر في سياساتنا ونحاول أن نعالج مواضيع بأكثر. إحنا كلنا مستهدفين. إذن ما أدعو إليه في الأطراف التي موجودة كلها مستهدفة، إيران مستهدفة، تركيا مستهدفة، المملكة مستهدفة، مصر مستهدفة، وهي ما زالت هذه دول قائمة لم تصل إليه النيران بعد، وإن شاء الله لا تصل. لكن المستقبل كله مهدد، يعني كله مستهدف. المعطيات التي ضربنا بها موجودة في كل الوطن العربي، والمستهدف هو الخط الأخضر من أندونيسيا إلى المغرب. إذا كنا مش شايفين هذا يبقى احنا نسير في اتجاه خاطئ. في لذلك أدعو فورا إلى عقد قمة مصرية سعودية. هذه القمة تمهد لقمة أخرى تليها، قد تكون حتى مباشرة من نفس الأسبوع، تضم إيران وتضم تركيا. قد يتساءل الإخوة لماذا؟ لأن هذه الأطراف الأربعة تستطيع أن تطفي النيران في اليمن وفي سوريا وفي العراق، وأيضا حل إسلامي إسلامي. قد تليها بعد فترة قمة إسلامية تعالج الأمر كله، من لأن وضع المنطقة سائر نحو مزيد من التقسيم والفوضى. هذا هو الحل الوحيد، وهذا الطريق الوحيد الذي يجنبنا ما هو أسوأ. وهذه المعالجة وإن كانت مرة فهي في صالح مستقبل المنطقة الذي نراه، يعني بعد التغيرات اللي حصلت في أمريكا وفي فرنسا وفي بعض الدول، يعني ينذر بما هو أسوأ. إحنا لدينا يعني الصومال واليمن يطلون على باب المندب، وإغلاق باب المندب قد تغلق قناة السويس. الجزائر لا مهددة وعليها تآمر، وتدفع ملايين من دول عربية تسرب إلى داخل الجزائر ويحرضون على الجزائر لإشعال النيران فيها. إذا اشتعل الجزائر اشتعلت المغرب. جبل طارق سيغلق، سيتحول البحر المتوسط إلى زوارق متفجرة، تزيد عدد الهجرة إلى أوروبا، وتزيد الدمار في أوروبا والتفجيرات. وأنا يعني هم اللي صنعوا هذا في الأخير هم لكن هذا يمهد لظهور أحزاب فاشية في أوروبا. وبدأ اليمين، وتشوف أنت هؤلاء الحقد على الإسلام والحقد على العرب ومطارداتهم، وهذا يغذي الانفجارات هذه وهذا الرعب. يعني هيلاري كانت اللاعب الرئيسي في ثورات هي الربع العربي، هي تعترف في كتابها هكذا، وقالها ترامب، قال هي من جاءت وصنعت داعش، وهذا موثق. يعني أفضل المنطقة. وأيضا شوف، نحن لسنا أطفال. حلف أطلسي شن حرب على داعش منذ سنة ونصف تقريبا، في أكثر من 30 دولة الآن تحارب هذا التنظيم. هذا الحلف لم يستطع كسرة شوكة داعش التي تمددت وسيطر على نصف العراق ونصف سوريا. هذا ما قدر يسويه القوميين. هل حلف أطلسي هذا نمر من ورق، أم أن في الأمر ما فيه؟ هل تركيا التي هي عضو في حلف أطلسي
عندما تبيع النفط وتشري وتأتي بالمقاتلين وتنقلهم من هناك إلى ليبيا إلى تركيا، حتى هذه الساعة، حتى هذه الساعة معارك سرت تغذى من قبل المقاتلين من البحر، ويسقط طائرات دعم لوجستي، أسلحة وذخائر وغذاء وتموين. يعني هل هذا، وفي وجود عملية صوفيا التي تطوق البحر المتوسط بأساطيل الغرب، يعني نحن لسنا أطفال لنصدق هذا. تنظيمات الإرهابية صنيعة غربية للتدخل، يريد لهذا الفيروس أن ندمر أنفسنا بأنفسنا، ويستخدم شبابنا ويستخدمنا في قتال بعضنا، وهذا يجب أن يتوقف. علينا أن نستيقظ قبل فوات الأوان، إن هذا الذي ألم بهذه الأمة، أمة ما لم تدافع عن نفسها وتخلق بديل وتملأ هذا الفراغ الذي يملأه الاستعمار إذا ما غبنا عنه، أو الفوضى العارمة التي تحيط بالوطن العربي. ولذلك عندما أدعو إلى قمة قد لا يروق لبعض إخواننا ولا يستهجنونها، أن أجلس مع الإيراني ليحل مشكلة سوريا وحل مشكلة العراق واليمن، وأجلس مع التركي لكي لا يعتقد أنه يدافع عن السنة ضد الشيعة ونحن أعداء. نحن لسنا أعداء، الحرب الطائفية مفتعلة، الإسلام مستهدف. ولذلك دفاع الإسلام لا يأتي بهذه الطريقة. نحن أصبحنا لا نعرف هل الإسلام هو سنة، هو شيعة، هو أباضية، هو الإخوان المسلمين، هو التكفير والهجرة، هو داعش، هو صار تفتيت أنصار الشريعة، هل هو ما هذا؟ شبابنا تاهوا بين هذا، وعلى حكوماتنا أن تحمل مسؤوليتها الإسلامية في أن تدعو لهذه القمة. وأنا أطلب من بهذه المناسبة من الملك سلمان حفظه الله أن يبادر بهذه، يحول هذا الكابوس إلى 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 إعادة استقرار المنطقة، إعادة استقرار المنطقة، ويقود هذا. وهذه يعني مسؤولية تاريخية، مسؤولية تاريخية تحملها لإيقاف هذا النزيف وهذا الدمار الذي سيطال الأخضر واليابس. يعني نحن ما أعتقد نحن الآن هذا العداء أو هذا سقنا للذبح واحدا تلو الآخر، وعلينا أن نستيقظ. ينفذ ينفذ زي ما يقول الإنجليز. طيب خلينا نتكلم عن ليبيا الآن. لديك رغبة في العودة إلى ليبيا؟ أنا في ليبيا، ليبيا تسكنني ولا أسكنها. يعني بلدنا، نحن جئنا ليبيا، نحن جئنا من الجزيرة العربية قبائل، ونحن من فتح مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ووصلنا غاية أسبانيا. وجدي عبد الرحمن الخافق قتل في معركة بلاط الشهداء في جنوب فرنسا، واحتلينا هذه مئات السنين هذه المناطق، وأصبحنا كوضعنا الحالي، وهذا ما أريد أن نصل إليه، ملوك الطوائف يقاتلون بعضهم البعض ويستعبدون بالفرنجة لقتل بعضهم. طردنا من أوروبا، والآن ممكن نطرد من العالم العربي، نطارد من شمال أفريقيا، وقد نطرد للجزيرة العربية. يحركون الإثنيات ويحركون الأحقاد ويحركون المذاهب في شمال أفريقيا لغرض طرد العروبة، وإذا اختفت العروبة اختفى الإسلام. بعض الإخوة يقول الإسلام وعروبة، لا، شوف، الإسلام والعروبة وجهان لعملة واحدة، القرآن بلسان عربي، إذا اندثر العرب سيندثر الإسلام، وبالتالي حفاظ العروبة هو حفاظ الإسلام، ووحدة الأمة العربية هي بداية لوحدة الإسلام. أنا عندما ألتقي مع السوداني ومع المصري ومع الجزائري ومع التونسي ومع إخواننا في الجزيرة العربية ونصنع دولة لها قيمة إسلامية، أنا لا أقول تبقى الجزائر جزائر وليبيا ليبيا ومصر مصر والكويت كويت، لكن اتحاد كما يفعل الأوروبيين على مرمى حجر منا شيء مخيف، وأيضا شيء مخجل لنا نحن العرب أصحاب الهوية الواحدة والديانة الواحدة واللغة الواحدة. إذا جلس الأوروبيين لا يستطيعوا يتكلم مع بعض، وليس لهم ديانة واحدة، وبينهم ماضي أسود، مات ملايين الناس في الحرب العالمية الثانية. إخواننا يجب أن نستيقظ قبل فوات الأوان، ويبقى الدولة دولة، كل دولة كيانا، فرنسا هي فرنسا وألمانيا ألمانيا وهي، ولكن جيش واحد وجواز سفر واحد وعملة واحدة واقتصاد واحد، وننظم شؤوننا ونملأ هذا الفراغ الذي نعيش فيه. وإلا هذا الفراغ يملأه الاستعمار، يملأه الفرس، يملأه الترك، يملأه حتى اليهود مستقبلا إن استمر هذا الحال. لكن هل عندك يعني مشروع لإعادة الأمر في ليبيا، الاستقرار؟ ليبيا يعني ستعود، ستعود حتما، لأن احنا شوف نحن لسنا قاصرين، واللي تشوفيهم على الشاشات ليسوا ليبيين، وهذه الدمى التي جاء بها الغرب ونصرتها صواريخهم لن تحكم ليبيا، هذا أمر مفروغ منه.
ونحن لدينا من الخبرة ولدينا من الإمكانيات ولدينا من الثقة بالنفس سنعيدها سيرتها الأولى. إحنا لما تضع خريطة ليبيا من قاتل ضد الناتو ومن ضده تجد غالبية عظمى. إذا دخلنا انتخابات غدا سوف تعود ليبيا عند هذه أصحاب الوطن، عندما هؤلاء ترعاهم القوى الأجنبية لترفع يدها عنا، أو سنقاتلها في 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 عند مجد جد، وتترك الليبيين هم يقررون بالضبط. نحن لسنا أعداء بعض، الليبيين هؤلاء ضحايا، حتى خصومنا الآن نحن نلتقي بهم ونجتمع وننسق مع بعض ونشرب مع بعض، ليس بيننا عداوة. العداوة حتى من ظل الطريق في لحظة من اللحظات الآن يعود إلينا. قذافي قتلته القوى الأجنبية، صراع بيننا، كنا ضحايا لحرب نفسية قذرة استمرت شهور ومولت بعض العملاء الذين تربوا في أحضان الغرب وجاءت بهم ونصبتهم حكام ليبيا، الآن هربوا وتركوها لهذه الفوضى العارمة، سنعيدها. نحن واثقين من أنفسنا واثقين فيما نقوم به، وستشرق الشمس حتما غدا في بلادي. كنت تتوقع أنه تقوم هذه سأصدر عفو عام وسنحمل راية بيضاء لتوحيد رؤى الليبيين في هذه المرحلة إلى أن تفق على علم ونشيد ودولة جديدة، وعفو عام عن كل الليبيين ونعود. العلم الأخضر راح يعود مسلحة. أنا لا أتكلم عن أخضر، أخضر هذا علم جدنا وعلم الرسول، لكن أتكلم الآن على علم أبيض، راية بيضاء للسلام، يعني وحد رؤى الليبيين، دعوة لمصالحة وطنية. من يريد حقن دماء الليبيين، من يريد عدم دخل الأجنبي، من يريد عفو عام، من يريد أن ننهي الصفحة البائسة ونوقف هذا النهب ويعود المهجرين ويخرج السجناء ونطوي ونبدأ في انتخابات حرة تحت رعاية الأمم المتحدة، وأخوان العرب عليهم يساهم معنا في هذا الموضوع، لأن إطفاء النيران في ليبيا يطفئها في تونس وفي الجزائر وفي مصر وفي يعني لمصلحة الجميع. نحن نقدم هذه التنازلات وننحني أمام ليبيا، ليس حبا في 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 السلطة أو انتقام من الآخرين، يعني نحن نريد من أجل بلدنا نطوي هذه الصفحة ونبدأ دولة جديدة لكل الليبيين، بالعالم الذي يرونه، بالنظام الذي يقبلون به، نحتكم فيها عندها لكل المعركة الواجبة الآن معركة إنقاذ وطن وليست معركة سياسية، من يحكم أو لا يحكم أو من أي، هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. ونحن لدينا قواتنا المسلحة موجودة، لدينا عشرات الآلاف المقاتلين في مصر وفي تونس وفي ليبيا، إذا ما قامت الدولة واستنفرناهم للعودة، وعسكريين محترفين، يعني ما ليسوا عصابات أو، والشرطة موجودة والقضاء موجود، إحنا دولة، دولة خارج الدولة، لدينا 2 مليون مهجر خارج ليبيا. نحن يعني لو كانت ثورة ما أعتقدش تطرد ثلث السكان، يعني من يعني الحدث في ليبيا ما كان ثورة أنت في لا رأيك؟ لا 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 لا. الآن أوباما يقول أكبر أخطائه هو إسقاط النظام في ليبيا، البرلمان البريطاني يقول بأننا بناء على معلومات كاذبة من رئيس الوزراء السابق دخلنا إلى ليبيا وكان خطأ، رئيس الوزراء الإيطالي قال أن الرئيس الفرنسي هو الذي أوهمهم بأن هناك ثورة. كل المعلومات، يعني هل هناك ثورة استنجد بأجانب؟ هذه خيانة، الخيانة ليست وجهة نظر، أن تتحالف مع قوة أجنبية وأن توالي اليهود والنصارى وتهجم على 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 مسلمين وتكبر تحت راياتهم، هذه خيانة. أن يخيط علم ليبيا مع علم بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، هذه خيانة. حتى يعني ما هذا؟ ثم لو كانت مبررات هذا العمل موجودة لكان زي تونس أو مصر. نحن لسنا حزبا سقط في بضعة آلاف، نحن حراك شعبي يضم كل قبائل ليبيا المجاهدة، نحن الأغلبية، نحن الرقم الصعب في المعادلة الليبية، ولن يستطيع أحد أن يزعزعنا من ليبيا أو يمنعنا من العودة إلى بلادنا طال الزمن أو قصر. نحن من واجه، من دفع مهر ليبيا منذ الفتوحات وفي عهد الترك والإيطاليين وثمان شهور مع حلف أطلسي. حلف أطلسي هذا موجه ضد الصين وروسيا، مش ضد بلد في شمال أفريقيا، قاومناه ثمان شهور، العراق سقط في شهر العظيم، واليوغوسلافيا عندما دهمها حلف أطلسي سقط في 17 يوم. أما أن يواجه الليبيين ثمان شهور هذا الحلف الجهنمي ب30 ألف غارة وأربعة سطيل و17 قمر صناعي وعشرات ألاف من المقاتلين وحدود مفتوحة من مصر ومن تونس، هذا صمود أسطوري سيقف التاريخ طويلا أمام هذا عندما يقيم، وعندما والآن بدأت الأمور تتضح ويعني الصورة ستكون أكثر وضوح. طلبنا من الأمم المتحدة بالتحقيق،
وطلبنا هذه الدول بالاعتذار، وطلبنا بتصحيح أخطائها التي عملها في ليبيا، ومستمرين في تكرار الأخطاء. طيب، وهذا لن يحل المشكلة ولن يجلب السلام لأحد. طيب، ونحن لم يعد لدينا من نخسر. لماذا غادرت ليبيا؟ أنا كنت مكلف بمهمة، والآن لم يعد هناك سر في هذا الموضوع يعني. للتاريخ الآن. إيه للتاريخ. كثير تسألون عن سبب خروجك طبيعي. يعني. أنا طبعاً أنا قذافي أخي قبل أن يكون قائدي، ومهمتي في الشؤون العلاقة الدولية، وكلفت مهمة وحاولنا عبر الثمان شهور أن نجد حلول سياسية، لأن أنا كنت مقتنع بأن الصراع مع الناتو بالقرار الفصل السابع بهذا الحلف الجهنمي لن يحل بالسياسة، وقمنا بمجموعة مبادرات وأفكار وحلول للخروج من هذا. ولم تستطع بعدها العودة إلى ليبيا؟ الغرب لا لا لا، لم يعد هناك، الغرب لم يكن يقبل، الغرب لا يعرف صديق، إما أن تكون عبدا أو عدوا، والقذافي اختار أن يكون عدوا ولذلك قتل. كيف تلقيت خبر مقتل القذافي؟ كان متوقع، هو نفسه توقع وفاتي، بس مشاعر كنت قال شفت سأموت في بلدي وسأحمل عرض عليه الخروج، قال سأقوم بواجبي ولن أحمل العار لأبناء ليبيا. نحن عمر مختار الآن لم ينصر على إيطاليا، الرجل العظيم هذا، وإنما رفض الاستسلام وأعدم أمام إيطاليا، معمر أمام 40 دولة، رفض أن يستسلم وقام بواجبه وأعدم، وبالتالي سيصبح في تاريخ ليبيا، لم يلحق العار بالليبيين، وبالعكس في العرب كلهم سيفتخر به في يوم من الأيام، والأفارقة سيفتخر به والمسلمين. كيف تلقيت الخبر وانت نعم. يعني تابعت المقطع اللي لا، احنا كنت أتواصل دقيقة بدقيقة يعني في وهذا ديدننا نحن، تعرف يعني. كيف الأثر النفسي لهذه العملية يعني في نفسك؟ لا لا، وانت ترى أخ نحن نشعر بالفخر درب في هذه المواجهة المقدسة، يكتب التاريخ. هذا مجد بالنسبة لنا، احنا نستمد في صراعنا عبر التاريخ من بطولات أجدادنا ومن قتالنا. كما قلت لك أنا أفتخر بعبد الرحمن خاف في استشهد في جنوب فرنسا، جدنا الحسين قطع رأسه وطافوا به، لم يقل من قدره. لم يكن هناك إذا ما قرن حتى بال لا يهم هذا الآن، كل الليبيين يعضون أصابع الندم ويترحمون على معمر قذافي. مع الرواية اللي تقول أنه قتل بأيدي يعني غير ليبية؟ طبعا غير ليبية، هم الآن اعترفوا بأنهم من قتله، والطائرات اللي قصفته طائرات مصنوعة، ليست مصنوعة في ليبيا، في ليبيا أو يقودها ليبيين للأسف. هم اعترفوا بهذا، والرئيس بوتين صرح بهذا، ولدينا كثير من الوثائق والمعلومات التي تنشر تباعا، وأيضا هناك كثير من الكتب ظهرت، وتصريحات هؤلاء الأوغاد الذين هجموا علينا. هو الهدف كان إلغاء يعني برنارد ليفي وكتابة الشهير الذي الصهيوني الذي قاد الثورة في ليبيا، كل ذلك. حتى العلم هو اللي اقترحه كما ذكر يعني. طبعا طبعا، هو كان يكتب بيانات للأسف. في لا أريد أن أنكى جراح، نحن نتكلم عن المستقبل الآن، قذافي يبقى في ذمة التاريخ، أكيد له أخطاء وله مزايا ويبقى في ذمة التاريخ. هو قرر عرض علينا وعن طريقي من الأمم المتحدة أن يخرج بما يريد بمن يريد بكل الضمانات إلى أي بلد يذهب إليه، ورفض. طبعا رفض، لأن كان مطلوب إذعان، قال بعيدا عن معمر قذافي وحلف أطلسي نترك الليبيين شأنهم ويقومون به يقومون به. هذا الحلف رفض، هذه إحدى المبادرات التي تحدثت عنها. ايضا عرض روسيا، وانا التقيت بوفد روسي رفيع الشان هنا مجلس الامن القومي ومستشارين الرئيس، وعرضنا حلول. الاتحاد الافريقي عن طريقه ايضا عرضنا حلول لايقاف هذا، كما نقول الان على سوريا وعلى اليمن. الحقيقه انا لذلك استذكر هذا، وانا عندما لو سقطوا هؤلاء لن نجد احدا نتحدث اليه، وقد نذهب بعيدا في بهذه النيران التي تشتعل في المنطقه، نجد أنفسنا في وضع
أنا أحذر خطير من هذا. يعني قتل معمر كان يستهدف منه إلغاء فصل كامل في تاريخ ليبيا والليبيين، يعني ليس ليبيا، في إفريقيا، لأن معمر كان كما قلت لك يقود الاتحاد الإفريقي، وكنا قاب قوسين أودنا في قيام الحكومة الإفريقية الواحدة. كانت هذه خريطتنا التي كنا نعمل من أجلها، وكنا نعمل على كل العالم العربي والعربي وإفريقيا. لأن شوف العرب، ثلثي العرب في إفريقيا، نحن نشكل أغلبية أكثر من نصف القارة، وحتى الدول المحيطة بالوطن العربي معظمها عرب، أصولهم عربية. العرب لم يأتوا في الألف عام، إحنا الهجرة الأخيرة في الفتوحات جئنا نحن، أما قبلنا منذ أن سقوط سد مأرب تدفق العرب جنوب جنوب الهجرة الأولى، ويقال أنهم وصلوا إلى أسبانيا. النيجر ونيجيريا وكل هؤلاء السلاطين والممالك التي في إفريقيا، في النيجر وفي نيجيريا وفي مالي وفي السنغال، وهؤلاء كلهم أصولهم عربية، وحتى أسماهم عربية، وكلهم مسلمين. إذا أقمنا هذا الكيان نستطيع أن نحصن أنفسنا ضد هذا الظلم والطاغوت الذي ألم بالأمة وحصر من كل مكان. هم أيضا كانوا يستكثرون على معمر القذافي، كان يقوم بالصلاة يأم ملايين الناس ويدخل ملايين الناس الإسلام في إفريقيا كل عام، يصلي في مكان وملايين يصلوا خلفه، وهذا موثق. الغرب حس أنه يريد أن يغيرها، وقالوا لنا الفرنسيين في البداية، قالوا أنتم تحول القارة إلى قارة خضراء على حساب الدين المسيحي. يعني دور الليبي في أفريقيا أثار يعني حفيظة الغرب. طبعا هو هذا سبب قتله، عشان قتلوه عشان الديمقراطية وحقوق الإنسان. أين هي الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ حضرتك شاركت في حروب في القارة الأفريقية أيضا، غير نعم ساهمت في التحرر، ولذلك هذه مكانة ليبيا ومكانة ثورة الفاتح في أفريقيا لم تكن من فراغ، لقد ولم تكن مسألة مادية فقط، وإنما دفعنا دماء من أجلها، حرية أفريقيا. وعندما انتهت معركة تحرير أفريقيا من الاستعمار بدأنا في معركة الوحدة، وهذا شيء طبيعي. أما أن نعيش هذا جنب الحيط زي ما يقول الإخوة بمصر، هذه حياة دودية لا معنى لها ولا قيمة. هكذا الرجال الذي تصنع الحياة وتصنع المستقبل، هذا ما يجب أن يكون. هذه الأمة يجب أن يكون لها مكان تحت الشمس، يكون لها قيمة، لا تداس بالأقدام في كل صبح. يعني كم زعيما نصبتوه في أفريقيا خلال تلك أكثر من 20 رئيس دولة في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا، كان في دور يعني كبير لليبيا. طبعا 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 طبعا، لأن هذه على الأقل هذه الدول المحيطة بالوطن العربي في شمال أفريقيا، هذه كلها يعني هذا حماية لمحيطنا، كانت كلها تطل فيها اليهود وفيها الفرنسيين وفيها البرتغاليين وفيها الأسبان وفيها كل، يعني كان لابد أن نحصن أنفسنا. لا يعني عندما نحصن أنفسنا نحصن أنفسنا في طرابلس أو في بنغازي، لا، هذا الأمن القومي العربي والإسلامي لازم أن نعمل على قيام استراتيجية لحماية أنفسنا كما يفعل الآخرين. الآخرين لماذا يستهدفون شمال أفريقيا؟ لأنه يشكل خطر عليهم. الأوروبيين لا ألومهم، هم بيأمنوا جنوب البحر المتوسط، والآن يستهدفون ليبيا ويحاولون عدم استقرار فيها، لتحول ليبيا لتحمي جنوب البحر المتوسط، ويستفيدون من الغاز والنفط والطاقة الشمسية والذهب واليورانيوم، وأيضا يوقعون مع اتفاقيات على القواعد ليعيدونها خاضعة من جديد، ويطلون منها على دول جنوب الصحراء. وهذا حقهم، أو هذا يعني الدور العربي غائب، أين نحن من هذا كله؟ خليني أسألك عن الراحل معمر القذافي، هل كان دكتاتورا كما يقال عنه ويروى عنه؟ شوف، القذافي وقائد ثورة ما في ذلك شك، لديه مشروع أو حلم منذ أن كان طفلا. القذافي غيور على الأمة الإسلامية، وحافظ القرآن، و يحلم بوحدة الأمة، وشاف الغبن وعاصر الاستعمار الإيطالي، وشاف ماذا فعل في هذا فينا، درس تاريخ وأمجاد أهلنا الذين جابوا الأصقاع على صهوات جادهم، وفي داخله غليان. هذا أدى أنه يفرض كل الأمور يعني بالقوة، هذا اللي ليست بالقوة على الصعيد المحلي. طبعا معمر يريد أن يقيم نظام إسلامي مختلف عن النظم
التي يدعي بها الغرب هذه الديمقراطية الزائفة أو هذا. ولذلك طرح الكتاب الأخضر وكان رؤيته يعني الكتاب الأخضر، وهذه كانت الرؤية يعني يتحدث فيه أخضر لون الإسلام، ويتحدث فيه عن نظام الشورى، المؤتمرات الشعبية، برلمان في كل حي، كل الناس شركاء في القرار، في القرار. وهذا نظام جديد وسيجد طريقه في المستقبل، يعني لأن ما قاله هو استخلص النظام الإسلامي من خلال القرآن والسنة، وكيف يطوع هذه الأفكار وفقا لما هو موجود في عصرنا الحديث. ولو كان إنسان بسيط معمر ينام على الأرض يأكل تمر وحليب، وشفتوه أنتم في المملكة وشفتوه يعني الدكتاتورية والهذه يعني، ولعلك سمعت لكثير من الذين تحدثوا عنه، قلنا له وقال لنا وقلنا له، لو كان دكتاتور لقطع رؤوس هؤلاء. ما في أحد ولا قال الكلمة. إيه يعني هذا كلام غير مردود عليه، وإنسان يقف مع الناس ويقف وسط الجماهير، يمكن آخر القادة الذين يقفون وسط الناس ويخطبون فيهم. طيب في تسجيلات ولو دولة كان ضده ثورة ما صمدش 8 شهور في مواجهة البطاسي. طيب في تسجيلات يعني تداولت على نطاق واسع، جمعت القذافي مع مسؤولين قطريين، وكان في حديث عن السعودية وتقسيم السعودية، مدى صحة هذه التسجيلات وإذا تتذكر تاريخها؟ هو أخواننا القطريين طبعا ربطتنا بهم علاقة قوية، وكانوا يزورونا باستمرار حتى 2010 و 2011، يعني لم يكن بيننا أي خلاف، أو وكان لديهم وجهة نظر في بعض القضايا، خاصة فترة العداء بين المملكة وبين أو الخلاف الذي نتج السعودي القطري فترة السعودي الليبي في ذلك الوقت. نعم. فكانوا يأتوا ليحرضوا في بعض حسب ما سمعت في هذه الأشرطة التي بس تؤكد صحتها هذه سربت، ويقال تسريب كان ليبي متعمد يعني. لا ليس ليبيا، لأن احنا للأسف كل الوثائق تم قصفت ليبيا ب30,000 غارة، بيوتنا ووثائقنا فتسربت هذه الوثائق، واللي ما حرقت بيعت لبعض الدول العربية ومنها الشقيقة قطر. طيب خلينا ناخذك يعني للوراء، يعني بعض السنوات عملت سفير في السعودية، كيف تتذكر تلك المرحلة؟ والله ربطتنا علاقة قوية بالمملكة والراحل الملك فهد والملك عبد الله، وفترة الملك عبد الله شابها بعض التوترات البسيطة يعني في الأول بسيطة، وكانت طبعا للأسف يعني كان في أطراف أخرى تدفع. حصل سوء فهم واضح جدا في عهد الملك فهد، شهدت العلاقة تطور، وأنا كلفت بأن أكون سفيرا في المملكة العربية السعودية، وللأمانة يعني كان هناك تعاون كبير خاصة مجال النفط ومجال والملك فهد كان شخصية استثنائية. يعني تتذكر كيف كان اللقاء الأول مع الملك فهد؟ نتذكر احنا التقينا في مربية بناء على طلب الملك فهد في جدة لا في اسبانيا. وبدأت العلاقة يعني العلاقة من هناك، وكان كلف الشيخ علي بن مسلم بزيارة ليبيا، وفاجأنا العالم بعودة العلاقات الليبية السعودية كانت مقطوعة في ذلك الوقت، وبدأنا مرحلة صفحة جديدة في تاريخ العلاقات، وكلفت أنا كسفير في المملكة العربية السعودية. تذكر أبرز المسؤولين اللي جمعتك يعني فيهم علاقة يعني شخصية أو مباشرة؟ والله دون استثناء كل الأمراء وكل الوزراء وكل حتى الشعب السعودي المواطنين العاديين، طفت المملكة كلها وأحمل ذكريات جميلة، وهم زينا يعني بادية في رباط تاريخي وقبلي. إيه طبعا، وكان في حنين لأن احنا انطلقنا من الجزيرة العربية، وكان يعني أنا لم أشعر لحظة أنني في بالغربة يعني بالغربة، بالعكس الإنسان عندما يعود إلى جذوره يحس بطمأنينة ويحس ب يعني، واستطعنا أن نحقق معا أشياء كثير إيجابية، وأمطنا اللثام عن كثير من لأن كان هناك تآمر على عدم وجود علاقة بين ليبيا وبين المملكة العربية السعودية، وحتى الدول التي توسطت لسنوات طويلة بيننا وبينهم لم تكن جادة وصادقة، عندما التقينا مباشرة حصل هذا وحصل تفاهم كبير.
وأسهم هذا في يعني لوكربي دور المملكة. في أشياء كثيرة طبعاً طبعاً في أزمة لوكربي تدخل الملك عبد الله وأوفد الأمير بندر بن سلطان. الأمير بندر وبالتعاون مع مانديلا الراحل. وأسهموا في حل هذا. طبعاً طبعاً وزارنا الملك عبد الله هناك واستقبل بحفاوة وزرنا المملكة العربية السعودية. والحقيقة كان في تآمر على الأمة وما زال مستمر هذا التآمر والفتنة وال. في نية لعقد يعني حوار ليبي في السعودية كما يعني تسرب مؤخرا أو في أو هذه ضمن الأفكار اللي نحن مطروحة؟ نحن لا نريد أن نرهق المملكة أكثر ما في هذا الظرف، ولكن نحن نرحب بأي دور في المملكة، والملك سلمان له باع طويل يعني فيه وله خبرة كبيرة وله احترام وتقدير من كل الليبيين. وإذا كان هناك طائف جديد لليبيا يجمع كل الفرقاء، لأن هناك تشابه في الحالة، لأنه كان نزاع قتال، وأيضا نقطع الطريق على التدخلات الأجنبية. نحن أكيد نرحب بهذا، وأعتقد أنه أصبح ضرورة ملحة الآن للمنطقة. أكيد أكيد. طيب خليني أختم معك بسؤال، يعني كيف ترى الوضع العربي الآن حاليا؟ متفائل فيه أو فقدت الأمل؟ شوف، أنا في لقاء مع محطة كويتية قلت له نحن غجر التاريخ، إذا استمر هذا الحال. فالمذيع يضحك قال لي معقولة كيف الغجر؟ أمة كانت عظيمة فرطت في حقها في الحياة، اندثرت وأصبحوا لاجئين في تشوفهم في كل مكان، وقد يكونوا أحسن منهم، بيرقصوا ويغنوا ويعرفوا يعيشوا، وإحنا مش حنقدر نعيش. إحنا 14 مليون عربي هجر والحبل على الجرار، إذا ما انفجرت دولة ولا اثنين آخرين ستندثر هذه الأمة، وأصبحت تتكالب عليها الأمم، يعني من الشرق والغرب والجنوب. وعندما نتكلم عن هذه الأمم علينا أن ندافع أنفسنا، وعلينا أن نعمل لإيقاف هذا النزيف، ونقوم بواجبنا كرجال لحماية أمتنا لتصبح تأخذ مكانها الطبيعي الذي تستحقه بين الأمم، ولا نعتمد على الآخرين ولا ننتظر من الآخرين أن يرحمونا إذا ما ضعنا في هذا الدمار الهائل، ولن ينجو أحد. سعدنا بالحوار معك، تكرمت علينا بوقتك، شكرا جزيلا. شكرا كثير، وتحياتي لكل أهلنا في المملكة والجزيرة العربية، وموفقين إن شاء الله دائما. شكرا. إلى هنا وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء.